إن شاء الله كلكم تكونون بألف صحة وعافية، كل عام وانتم بخير، ومبارك عليكم الشهر، إن شاء الله ينعاد علينا عليكم بصحة والعافية، وتقبل الله طاعتكم. فيديو اليوم ما راح يكون لوك، فيديو اليوم راح يكون فيفرتس أو المنتجات المفضلة عندي من سيفورا ودائما أستخدمهم. إيش معنى سيفورا بالذات؟ مثل ما ذكرت في الإنستغرام من فترة إن أنا قاعدة أحضر لكم هدايا أو giveaways من كل ماركة. فأول ماركة وصلتني هداياها هما سيفورا، حبيت إن أنا أهدي هذا الفيديو حقهم لأنهم تطوعوا أو حبوا إنهم يكونون جزء من الgiveaway اللي أنا محضرتها لكم. أول شيء راح نذكر شنو الأشياء اللي أحبها بسيفورا، وبعدين ننتقل حق كيفية الاشتراك بهذه المسابقة وشلون تربحون فيها. أول شيء راح أتكلم عن شيء أنا وايد أستخدمه، وأكيد أنتوا لاحظتوا إني وايد أستخدمه، تقريبا استخدمته بكل فيديوهات اللي طافت، اللي هي مسكرة سيفورا Outrageous Volume. لما كلمتهم قلت لهم لازم تكون هذه جزء من الجيفاوي لأن أنا وايد أستخدمها وأحبها. ليش أحب هذه المسكرة وأستخدمها وايد؟ لأنها سوادها وايد حلو، وايد أحبها، أحب إنها تكثف وتطول بنفس الوقت، وأحبها لأنها مو لازم تحطين كذا طبقة وايد 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 عشان تبنينها فوق بعض، لا يعني طبقتين تلاقينها وايد حلوة وتكثف. انت تعرفون إن أنا وايد أحط رموش أو دائما أحط رموش، فهذه حلوة لأن أحسها لما أحطها قبل الرموش ومع الرموش حلوة إنها تدمجهم مع بعض بطريقة حلوة. هذا المنتج أصريت إنه يكون بالجيفاوي لأني وايد أحبه. ثاني شيء أحبه، تكلمت عنه بكل مكان بالدنيا، تكلمت عنه باليوتيوب، تكلمت عنه بالإنستغرام، تكلمت عنه بكل مكان، المات جلوسز. هذولا روعة روعة روعة، يعني أكيد إذا أنتوا قاعد تشوفون الفيديو أكيد سامعين عنهم مني. فهذولا قلت لازم يكونوا موجودين، ونقيت الألوان، قلت لهم حطوا كثر يعني كثر ما تقدرون كل الألوان اللي موجودة. فحطوا لكم، الحين راح اوريكم شنو الالوان اللي حطوهم بالقبوة. هذولا اذا شفتوا واحد من فيديوهاتي باليوتيوب تكلمت عنهم انهم جلوسز بس مات، وما يشققون الشفايف، وما يروحون بسرعه، وما يكتلون، وما ياذون الشفايف، وكلش كلش يعني وايد حلو. والحلو فيهم ان الفينش مالهم او النتيجه مالتهم تكون مخمليه، يعني وايد وايد شكلها ذرب وحلو، ومثل ما قلت لكم ما يشقق الشفايف ولا يتكتل، وما يحتاج تحطين قبله ليب لاينر او محدد، لان هم بس فيهم تقدرين تحددين شفايفك ويطلع ينن. ثالث شيء اخترت يكون بالجيفاوي اللي هم هذولا هذا النوع من الكحل من سيفورا، وحددت لهم الدرجات اللي ابيها، قلت لهم الصدفي اللي انا وايد استخدمه، وهذا البيبي بلو لانه وايد احبه. ليش حبيتهم واخترتهم او شنو مميزاتهم؟ لما تحطينهم يعني هم كريمي، فلما تحطينهم على العين وايد يعني ما ياذون العين نهائي، وايد سهل انك تحطينهم، مو ناشفين، الوانهم تشوه. اخذ الالوان الفاتحه لان الالوان الفاتحه تكبر عيني، فأحب أحط داخل عيني ألوان فاتحة. أخذت هذا الأزرق بس مثل ما أنتم شايفين يعني هم هذول الفاتحين استخدمتهم أكثر من الغامج، فنقيت هذول اللونين إنه يكونون بالجيفاوي. من الأشياء اللي قلت لهم حطونكم إياهم بالجيفاوي هذول الحمر الثنتين، تكلمت عنهم بالفيديو اللي مو اللي طاف اللي قبله، هذول اللونين حتى الألوان أو الدرجات اللي قلت لهم يحطونهم نفس الدرجات اللي أنا أستخدمهم. فهذول الاثنين هما ولدي فاتح، في واحد افتح من الثاني، بس قلت ان الاثنين لازم يكونوا موجودين، اتوقع يلوقون على كل الالوان او كل درجات البشرة، فهذول انصح فيهم. هذول ما ادري اذا موجودين للحين ولا انقطعوا للامانة، ما ادري لازم اشيك. هذول مات لبستكس من سيفورا، وايد مات وايد، حطيت واحدة بالانستغرام مرة، رقمها 03 اللي حطيتها بالانستغرام، لون هذا اللون 03 طبيعي بطريقة خيالية، يعني وايد طبيعي. إذا حطيتي وايد بعينك وتبين اللبس ماتش يصير وايد طبيعية ناتشرال، هذا ممتاز حقها. رقمه 03 مثل ما قلت لكم، مكتوب عليه مات، يمكن غيروا شكله من برا، يمكن هذا ليمتد إديشن ما أدري. بس اللون الثاني اللي عندي 06 بعد، خلوني أوريكم هذول الألوان. هذا اللي وايد ناتشرال، هذا شوية غامج بس حلوين، وايد حلوين، الفنش مالهم وايد حلو، وشلون يبقون على الشفايف وايد حلوين. فسألوا إذا موجودين أخذوا منهم، إذا انقطعوا الحمد لله أني شريت منهم لأن حبيتهم.
اخر شيء بتكلم عنه موجود عندي لكن للاسف ما حطوه بالجيف اواي، يمكن كان ليميتد اديشن او شيء، بس الالوان موجوده بسيفورا. هذول الباليتس من سيفورا، الحلو فيهم انهم خفاف حق البنات اللي يحبون الميك اب او الاي شادوز اللي يكون خفيف ما يكون ثقيل، هذول حلوين. هذا الوانه شويه الالوان شويه جريئه لان انا احب الالوان الجريئه على العين. هذا اسمه ميامي فايبس، اي ميامي فايبس. حلو، راح احط لكم كذا لوك سويته فيه بالبلوج ان شاء الله. وهذا حق البنات اللي يحبون الميك اب اللي وايد سبيشلي الاسود، انا ما احط وايد اسود. ليش شريت هذا؟ شريته حق هذه الدرجه اللي هي الرمادي اللي فيه لمعه وايد حلو، حسيته اذا خلطته مع هذا وهذا يطلع حلو. ان شاء الله راح اسوي لكم لوك بهذا اذا حبي. هذا الباليت اسمه بين اب شو. هذول اغلب الاشياء اللي استخدمهم من سيفورا. الحين ننتقل حق شنو في بعلبه الجيف اواي. اول شيء هذه العلبه من برا، وهذه الاشياء من داخل. الحين راح اقول لكم شنو فيها من داخل. اول شيء فيها اشياء انا طلبت انها تكون موجوده، وفي اشياء طلبت انها تكون موجوده بس ما حطوها. حطوا لكم بدالها اشياء جديده توها نازله والبست سيلر. اول شيء نبدي بالاشياء اللي انا قلت لهم حط. ماسكارات اوتريجس فوليوم، حمر سيفورا بالدرجات اللي قلت لكم عنهم، الوردي الفاتح والغامج. الاي بنسلز الصدفي والبيبي بلو. حطوا لكم اربع الوان من المات ليب كلوسز. اللون الاول بني مايل على البنفسجي رقم 07، اللون الثاني فوشيا رقم 06، اللون الثالث احمر رقم 03، واللون الرابع بيج رقم 02. هذول الاشياء اللي طلبت انها تكون موجوده. الاشياء اليدد حطوا لكم من الكولكشن الجديد اللي نازل حق الصيف، البرونزر. للأمانة ما عندي فما جربته، فاللي بتربح أو ثنتين اللي بيربحون الجائزة لازم يقولوا لنا رايهم فيه. وأيضا حطوا لكم هذولا الآيلاينرز، شوية جريئين للأمانة. يعني أنا لما شفتهم بالجيفاوي على طول رحت شريت واحد عشان أجربه، لأن هم ما عطوني أشياء أجربها، لأن قلت لهم أبي الأشياء تكون موجودة عندي. فشفت هذا بالجيفاوي قلت البنات راح يخافون منه، فلازم اشتري واعطيهم افكار او اوريهم شلون يجربونه. للامانه ما توقعت ان اللون الاسود راح يكون حلو. سواده حلو وخفيف وزين على العين يعني. فاللي ما تحب الالوان الفاقعه، لان في لون فوشي وفي لون اصفر، اذا ما تحبونهم ممكن انكم تستخدمون الاسود بس، ومو لازم تحطين اللون يعني الوردي على عينك كلها. يعني انا شنو في لوكين سويتهم باللون هذا. حطيت اول شيء الايلاينر الوردي، ان شاء الله راح ينزل بالبلوج او بالانستغرام اللوك. حطيت اول شيء لون الوردي، خليته ثيك شويه او متين، وبعدين تحته حطيت عند الرموش خط اسود ومديته، فصار نفس يعني خطين، واحد اسود وواحد بينك. طلع وايد حلو ولوك وايد صيفي، يعني مو لوك يعني احطه كل يوم، لكن اذا حسيتي يوم من الايام انه لابسه وايد شيء ساده، او حسيتي يوم من الايام انك تبين تطلعين بلوك شويه مينون، ممكن انك. فهذول الاثنين موجودين بالجيف اواي. وايضا حطوا لكم هذا الباليت، ايضا مو عندي بس حطوا لكم اياه لانه بيست سيلر بسيفورا. هذا الباليت شنو يحتوي عليه؟ يحتوي على سبع انواع اي شادوز، الوان بين المات والشمري اللي فيه لمعه. في تو برايمرز، او سوري، في واحد برايمر حق العين، وفي اثنين هايلايتر الوانهم مختلفه، وعندكم تو اي لاينرز الوانهم ايضا مختلفه. في فرشة حق يعني طرف حق الايلاينر والطرف الثاني حق الشادو، وفي كحل اتوقع لونه بني. فهذا الباليت بيست سيلر، للاسف مو عندي. ان شاء الله اذا شريتها راح اسوي لكم فيها لوكات، وعليكم بالعافيه حق اللي بيربحون الجائزه. طريقة المشاركة في الجيف اواي وايد سهلة، بس تسوون سبسكرايب حق القناة هني باليوتيوب، وتسوون سبسكرايب حق القائمة البريدية بالبلوج. عموما انا راح اسوي سحبين، جائزة راح تكون حق السبسكرايبرز هني باليوتيوب، وجائزة حق السبسكرايبرز بالبلوج.
إذا حابين تضعفون الفرص أنكم تفوزون بالجائزة ممكن أنكم تسوون سبسكرايب حق الثنتين، وأنا أقول لكم بليز تسووا سبسكرايب حق الاثنين لأنه أبي يكون في طريقة تواصل بيني وبينكم غير الإنستغرام. حبيت أشكر سيفارة أنها جزء من الجيفاويز حق رمضان هذا. Thank you so much سيفارة. حبيت أشكركم أنت وأنكم جزء من حياتي، تستاهلون أكثر من هديتين، تستاهلون هدايا الدنيا كلها، ودي أعطيكم كلكم هدايا بس ما أقدر. ثانك يو سيفارة. سووا سبسكرايب بالبلوج وبالإنستغرام عشان تدشون السحب، والسحب مو بس على سيفارة، في هدايا وايد جاية بالطريق. لا تنسون إذا حبيتوا الفيديو تسوون لايك، إذا عندكم أي اقتراح كومنت أو استفسار أو جربتوا أي منتج من المنتجات اللي تكلمت عنهم اليوم بالفيديو تكتبوا رأيكم تحت بالكومنت، ولا تنسون تسوون سبسكرايب عشان يوصلكم ايميل جديد بكل شيء ينزل القناة، وايضا عشان تدشون بسحب الهدايا اللي مخصصتها لكم برمضان. بس حبيت اقول شغلة اخيرة، هذا الجيفاوي مخصص فقط حق دولة الكويت، اسفة 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 حق الخليج، اسفة حق العالم كله، لكن اول جيفاوي لي فحبيت انه يكون بالكويت اول بعدين اطلع برا الكويت، ف اعذروني هالمرة، ان شاء الله المرات الجاية يكون عالمي. ايضا عندي طلب بسيط ثاني، بليز 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 اذا سويتوا سبسكرايب بليز خلوا الايميل يكون فعال، وانه اذا وصل لكم ايميل تقدرون تردون عليه بسرعة عشان تسهلون علي مهمة اني اوصل لكم الهدية. كل عام وانتم بخير مرة ثانية، وينعاد علينا وعليكم رمضان بصحة وعافية، ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات جاية، مع السلامة.